السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجع لكم اليوم في مقطع جديد. المقطع راح يكون عبارة عن تنظيف بوابة الثروتل. راح نبدأ بالموضوع. أول شيء نسويه نفصل البطارية من السالب، بعدها نستخدم مفتاح 10 أو سكروب مربع على أساس نفتح الكليبس حق الهوز هذا، ونفصل هذا الهوز من هنا. جهز معانا مفتاح رقم 8، 8 ملي، حجم 8. نفتح هنا وهنا وباقي البلوط، هذا يفتحه مقاس 10. احنا بالامكان نتأكد ونشوف كمية الاوساخ اللي موجودة عندنا في بوابة الثروتل. نلاحظ السواد الموجود، هذا كله يدل على اوساخ جدا عنيفة في داخل البوابة. نبدأ الاكستنشن حق هذا الهوز، بعدها نبتدي مفتاح 8 نفتح باقي بلوط البوابة الرئيسية. من هنا واحد، من هنا واحد، ومن هنا الرابع، في بعد عندنا واحد هنا نفتح. بعد إزالة البلوط نرفع الثروتل، شوف كمية الأوساخ. نحتاج سكروب عادي داخله في الكلبس، ترفع الكلبس لفوق من ثم تسحب الفيش. لازم ننتبه للربلة هذه لا تطيح، اللي هي الحمراء هنا. ممكن نشوف كمية الأوساخ اللي في الداخل، شوف ايش قد البوابة محتاجة للتنظيف. هذه البوابة من الخلف بعد ما فكيناها. التنظيف راح يتم عن طريق الاسيديلكو، نرش بهذه الطريقة. تستخدم معك بروش او اي شيء للتنظيف، الاهم ان الفراشة اللي في النص ما تتحرك ولا تحركها بايدك، لان لو حركتها ممكن راح يكون عندك في خلل في البراج. بعد البخ والتنظيف راح يطلع عندك الشكل النهائي بهذا الشكل. نلاحظ الفرق ما بين الشكل في الأول كيف كان وسخ، والآن كيف صار في قمة النظافة. قبل التركيب تتنظف هذه المنطقة عن الأوساخ. نتأكد من وجود الجلدة هذه لا تطيح. التركيب راح يتم بهالطريقة. يكون فيش هذا البر.
وما هم فك القاعدة هذه، بس أنا فكيتها وسالي. فكها وتركيبها كبس، والبلطين اللي هنا. رجع هذا الغاز مكانه، بيتقفل الغاز 10. هذا الشكل نكون أتمينا موضوع تنظيف البوابة. الآن عندنا تنظيف ما يسمى حساس قربة الهواء، الناس يسمونه، هو اسمه العلمي الماث سنسر. نبتدي بفك فيش الكهرباء، برغية مربع بس. يطلع معانا على طول. هذا حساس، يفضل انك لا تلمسه باليد ولا تنظفه باي خرقة او شيء، تتنظف عن طريق منظف الالكترونيات. هذا ينبخ عليه وسريع يجف في نفس الوقت. نظف بهذه الطريقة. نتركه فترة من الزمان، 5 إلى 10 دقائق، شو نشوف كيف يجف. سريع سريع يجف نفس الوقت. الآن بعد ما جف نركبه مكانه. عبارة عن البلطين اللي قبل شوي، هم تقفله بشكل معقول عشان لا يأثر على القاعدة اللي تحت. ركب الفيش، ارجع طبق حتى الماكينة زي ما كان. نركب اصبع البطارية. كذا نكون انهينا العمل. النتيجة استقرار في عداد الـ RPM، السيارة ما يطلع فيها صوت قطعات او صوت تفة. الأكيد انه راح يخف ممشاها وراح يكون الصرفية اقل. هذا الهدف من تنظيف بوابة الدعسة او ما تسمى بالثروتل. وبكذا نكون انتهينا، وان شاء الله نلتقي معاكم بمقطع